بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مش راكم خوتي لاباس؟ ان شاء الله تكونوا لاباس. اليوم بإذن الله عندنا الجدار هذا راح نديروا له بديل خشب، بالصح بالبيادراز ولا بالبلاكو بلاتر. تبعوا خوتي الفيديو حتى الاخر باش تفهموا. عندنا الكيل تاع الجدار هذا 4.60 على 2.90. اول حاجة نديرها هي نحكموا الكيل تاع المنتصف، منتصف الجدار، باش نديسينيو بلاصة البلازما وين يركب البلازما، التلفزيون تاع البلازما راح يجي كاري لهنا، وشي هو راح يجي زايد على البلازما من الفوق 15 سنتيم، وعلي كوتي نخرجوه 40 سنتيم باش يجينا مستطيل ما يجيش مربع. اول حاجة نديسينيو، قلنا نديسينيو بلاصة البلازما، نحكم المنتصف، ومن المنتصف هذاك نخرجو بيه القياسات تاعنا. من بعد نجيبو مونطون ولا راي اللي عندك ونركبوه بالكيفية هذه بالهلتي، واللي شوفي فراب ونركبوه بالكيفية هذه، نتبعو الديسان اللي درناه، نركبوه بالطريقة هذه خوتي تاع بالمقلوب، خاطر انا نخرج غير 5 سنتيم، خاطر المونطون تاعنا فيه 5 سنتيم ولا 4 ايدي. ولا كان حاب تخرج مثلا ديس ولا واش كان، تاخذ باللي كورنيار عادي نورمال، دير الكورنيار تاعك الاولى ومن بعد دير البلاكو، قص البلاكو تاعك 10 سنتيم، من بعد تزيد تعاود دوزيام تور باللي كورنيار، تخدم الاخر تاعك نورمال عادي. المهم خوتي هنا راه تقبلين لا شوفي واحد 25 سنتيم ولا 30 على حسب الكورنيا تاعك، لو كان دي تحت بلاصة كارغة قرب بين شوفي وشوفية، ولا كان الخيط تاعك مليح تخدم عادي نورمال 25 بين لا شوفي وشوفي. هنا راني راكب في اللي شوي فراب، خوتي الطريقة هذه خوتي طريقة سهلة وبسيطة. تبع برك خوتي تبعوا الفيديو حتى الاخر، وبربي ان شاء الله الناس كل تفهم وتعود تخدم حاجة ما شاء الله ديكور وكلش وبهوا، وممتع ما تخسرش في جيبك بزاف، خاطر شفنا الاسعار تاع بديل الخشب راهي نار. بديل الخشب فهمتو كاين 20 على 2.80 ولا 90 يدير 430، ارخص واحد يعني 360 خوتي، تسمى بانو كيما هذا 4 على 60 راه يسقام قريب واحد 10 ملايين. زيد لها سيليكون تاعها، وزيد لها لي مونطون، زيد لها البلاكا دو بلاك ولا بلاكا تاع بياتريز، وزيد حق الخدام، تسمى يسقام لك واحد نقولوا 10 ملايين. 10 ملايين ما تخافش خبتي، راه نار شاعله ياسر، جهنم بعد لي خشب مالا. هنا خبتي راني خممت وقلت لكم الفكره هذه، فكره ما شاء الله راح تخرج ريزلتا. وش هو هذه نقص على بديل الخشب بزاف. هنا واش خسرت خاوتي، هنا شريت زوز بلايك بياتريز، وشريت دو مونطون ب60000 31 وزوز بلايك 240 وش نص كارا بيرفيكس، نص كارا بيرفيكس 40000، وشوية تاع ليفيس وشوية تاع شوفي فراب 20 20، وانت ثاراها اللاد تاني اللاد 5 مترات شريت تاع 16000 المتر ب16000، وانت ثاراها خوتي وزوز كيلو ستيكو نسيتهم،
كيلو ستيكو بميتين و الكيلو الكيلو بمية وثلاثين، ميتين و ميتين وستين نص كيلو ستيكو. استغفر الله يا ربي، زوز كيلو نص كيلو ساطيني ساطيني وانت فرع خوتي. المهم خوتي بعد ما كملنا درنا الكادر تاع البلازما، نحكم القياسات كل 3 سنتيم نديرو القياسات تاعنا وين راح يجيو البلايك تاع البياتراس، القطاع تاع البياتراس راح نديرها. احنا راح نديرو القطعة تاعنا 3 سنتيم كما راكم تشوفوا خوتي، بين العلامة والعلامة درنا 3 سنتيم. بعد ما درنا القياسات نجيو البلاكة تاع البياتراس ونقصوها بالكيفية هذه، نقصو قطاع كامل كيما هاك 3 سنتيم. وانت لي شوا تاعك، قادر ديرها 4، قادر ديرها 2، قادر ديرها 5، انت ولا والديكور اللي حابه انت. انا هنا درت بين البلاكة والبلاكة، بين البلاكة والبلاكة 3 سنتيم، تسمى قوي ونو كاينة جهة ندير فيها البلاكو وكاين جهة نخليها فراغ. بعد تبدا من الاول وي ونو. بعد ما قصينا خوتي الطروا تاعنا نديروهم قطاع كيما هكا كيما راكم تشوفوا، نكيدوا الحي تاعنا. الحي تاعنا فيه انا درت 2.70 ولا 2.70 مترتين و60 مترتين و70. بعد ما كينا الحيط نجيبو بيرفيكس، بعد ما خلطناه نديروه شويه يكون شويه جاري ما يكونش يابس، ما هو جاري ما هو يابس، شويه شويه مايل شويه ل يكون شويه جاري بالطريقه هذه، ونفرقوا بيرفيكس تاعنا، فرقوه كامل، فرقوه على البلايك تاعنا على القطاع تاعنا، فرقوه بالكيفيه هذه، لازم يكون البلايك كامل خوتي. هنا عندما نركبوا القطاع تاع البلاكو تاعنا كي نضربهم في الحيط غير بشويه برك باش يبقى البيرفيكس، كنت تبقى تضرب يخرج البيرفيكس هذيك او ما تحكمكش الكعبه. وقبل ما ثاني ما نحط الكعبه تاعنا، ما نركب الكعبه تاعنا، لازم الحيط نديروه بيكيوه بيكيوه باش يتنحل الصبغه هذيك وباش البيرفيكس تاعنا يحكم. ثاني كاينه حاجه خوتي، لازم يكون الحيط ما فيهوش ميديتي ولا البانو تاعنا ما فيهوش ميديتي، هما لا بلي بار كامل ما يكونش فيه ميديتي. ولا كان عندك البانو تاعك فيه ميديتي تخدم بال بال بالهيدروفيش البلاكه الخضراء هذه. هنا خوتي تحكم بالنيفو، نيفو لازر ولا نيفو عادي. اذا كان عندك نيفو لازر تحكم بالنيفو لازر، اذا كان ما عندكش نيفو لازر تحكم بال بالاخر بالنيفو عادي. هي تحكم الكعبه تاعك الاولى، الكعبة الأولى تحكمها الله مع النيفو، وبعد هذيك الكعبة تمشي عليها تمشي عليها عادي، تجبد 3 سنتيم وتخدم وهكا وتمشي كعبة بحدا خدها كعبة بحدا خدها بالطريقة اللي راني ندير فيها أنا درك. لازم بين الكعبة والكعبة كاين طوا كيف كيف نفس الشيء اللي درتو الجهة السفلية نديرها في الجهة العلوية الفوق بالكيفية هذي. عندنا البلاصة هذي وين درت لي المونطون هذي وين تلصق وين يلصق الديكور تاع التلفزيون. بعد ما كملت كنت سيبار تاع التلفزيون ونركب سيبار التلفزيون نجيبو البلاكة تاعنا، وشي هو البلاكة تاعنا لازم تكون في كبيرة على الكادر اللي درناه. انا خرجت 10 سنتيم على 4 كوتي، 10 على كوتي دروات و 10 على كوتي غوش والفوق والتحت، جبدت 10 10 سنتيم. هاذيك تاع الميركاشي درنا تاع الميركاشي. هنا راني قاعد نركب في البليز بعد ما انستاليت كلش، انستاليت الفيو تاعي تاع البليز تاع الانتيجار كيف كيف. من بعد نجيبو سيبور تاع التلفزيون
الباب الكيفيه هذه. هنا اخوتي هذه هي الرجلطة كيفاش جات، ان شاء الله تعجبكم الخدمه. وهذه هي اخوتي، ما تنسناش بالاشتراك في القناه، تدعمنا بزر لايك، واللي عنده اي استفسار او سؤال يخلي هنا في الكومنتار. وهذه هي اخوتي، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Je vais vous montrer. 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 Je vais vous montr